الجزائر ملزمة بإنشاء سدود صغيرة ومتوسطة لمواجهة الجفاف، مقترح قدمه الباحث البيئي صالحي عبد الحفيظ كونه الحل الأنجع، خاصة بعد التغيرات المناخية التي أثرت بشكل مباشر على كمية التساقطات المطرية وتوزيعها على الأقاليم في العالم. المختص البيئي يرى بأن ذلك كان له أثر واضح بالجزائر من خلال تراجع منسوب السدود بوسط وشرق البلاد التي أصبحت ضعيفة جدا وأقل من المعدل السنوي، ودعا إلى الإسراع في تجسيد مشاريع التحويلات الكبرى والمتوسطة مع تحويل المياه من الولايات التي بلغ منسوب مياه سدودها إلى مستويات معتبرة نحو ولاية تسجل العجز. وكانت الحكومة قد أطلقت مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر من أجل مواجهة الأزمة المائية على المستوى القريب. وقبلها صنف تقرير لوزارة الموارد المائية الجزائر ضمن البلدان الفقيرة مائيا. فهل ترى بأن مقترح الخبير البيئي صالح لمواجهة الجفاف؟